كنز وألعاب، هيا بنا يا أصحاب بلابي. مرحبا، هذا أنا بلابي، واليوم أتواجد في مدينة ألعاب ويزجيت في ولاية فينيكس أريزونا. واو، هو وأنا كنا نلون معا. ما الذي يفعلونه هناك؟ مرحبا، هل يستطيعون اللعب معنا؟ بالتأكيد، استمتعوا. تعالوا سنبدأ بالرسم. واو، مهلا، انظروا. مرحبا، ما اسمك؟ لانغستون. أوه، هذا هو لانغستون. ما الذي تفعله لانغستون؟ أرسم حرف R. أوه، ترسم حرف R؟ مذهل، رسم جميل، أحسنت. أوه، وانظروا ماذا رسمت أنا. واو، ما هذا؟ شجرة. أجل، لكن ماذا الشيء هناك؟ ستعرف لاحقا، لنرسم جدعان الآن. أجل، ممتاز. حسنا، أصبحت الشجرة جاهزة. ثم مهلا، ما هذا؟ انتظر لحظة، أحمر في السماء الزرقاء. لقد أخطأت في تلوين هذا. حسنا، إذن هذا الخطأ أصبح طائرا. أجل، الطيور رائعة. طيور؟ أين هي؟ طائر مثل هذا. قا قا. كأنني طائر. واو، انظروا إلى هذا، مذهل، رائع، ألعاب جميلة. انظروا، لديها تروس. عندما تدير هذا تدور هذا، وعندما تدور هذا تدور هذا، وعندما تدور هذا تدور هذا. مذهل، هذا رائع. مهلا، ما هذا؟ ويو ويو ويو. إنها سيارة. واو، وما هذا؟ واو، إنها خوذة رجال الإطفاء. واو، هذا رائع. كنا نرسم قبل قليل ولعبنا دور الرسامين. أحب أن أكون رساما، وأحب أيضا أن ألعب دور رجل إطفاء. وي 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 وي. واو. أحب لعب دور رجل الإطفاء لأنه يطفئ النار بخرطوم المياه. لنذهب لغسل أيدينا. حسناً، لنرى ما الأدوار التي سنلعبها أيضاً. ذلك ممتعاً. حسناً، لنضع خوذة الإطفائي هذه هنا حيث وجدناها. أوه، ما الألعاب الأخرى التي لدينا؟ رائع، هناك الكثير منها. واو، واو، انظروا إلى هذه الطاولة، رائع، إنها غنية بالألوان. أجل، مثل هذا، ولونها أزرق، وهي تعلمك الشبك. وهذه لونها أحمر، وهي تعلمكم كيف تربطون الرباط كالذي في حذائك، أترون؟ واو، وهذه لونها أصفر، وتعلمكم كيف تزررون القميص كقميصي. برتقالي في عقدة. أرجواني، هذا جديد. أزرار، أجل، تضغطها بهذا الشكل. وأخضر، هذا يعلمكم سحب السحاب. واو، هذا رائع جدا. واو، انظروا هنا. واو، هناك العديد من الأشياء. أجل، هذه حروف الأبجدية. مهلا. واو. هذا مضحك. مهلا، لدي فكرة، لنختار حرفاً وبعدها نخمن مكان هذا الحرف. ما هذا الحرف؟ أجل، إنه الحرف F. A B C D E F E F. أجل، F هنا بالضبط. أحسنتم. واو، كان هذا ممتعاً. واو، طاولة أخرى وعليها أشياء جميلة.
واو حسناً، انظروا إلى هذا. واو، تشبه جسد الإنسان. واو، مثل رئتي هنا. تدخل كل الأكسجين إلى أجسادنا. واو واو. لنضع الرئتين هنا. أوه، والقلب. واو، يضخ الدم إلى كل مكان في أجسامنا. ضع أذنك على صدر أحدهم وستسمع بام 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 بام. مهلا، هل تعرفون بماذا نسمع ذلك؟ باستخدام سماعات الطبيب. واو، لنسمع ضربات قلوبكم. واو، أسمع ضربات قلوبكم. واو، من الذي يستمع إلى ضربات قلوبكم دائما؟ أجل، الممرضون والأطباء. أحب لعب دور الممرض، الأمر ممتع جدا، لأنه عليك أن تتأكد أن المرضى بصحة جيدة. واو. حسنا، لنضع هذا جانبا. حسنا. واو، تفقدوا هذا. واو، بهذا يتدرب لاعبو كرة القدم. واو، لاعبو كرة القدم رياضيون محترفون، وهذه مهنة أخرى. لدي فكرة، سأريكم كيف يتم الركض بسرعة عبر هذه وأكون مثل لاعبي كرة القدم. مستعدون؟ 3، 2، 1. أجل، فعلتها. كان من الممتع جدا تقليد لاعب كرة قدم محترف. واو، مهلا، انظروا إلى هذا العشب الأخضر، ملمسه رائع، أرغب أن أتدحرج عليه فقط. واو، واو، مهلا، ما هذا؟ واو، إنه حصان. و قبعة راعي وراعية البقر. مهلا، لدي فكرة، لما لا نضع القبعة ونمتطي الحصان حتى نلعب دور المزارعين ورعاة البقر الذكور والإناث أيضا. حسنا. واو واو واو. واو، أحب لعب دور المزارع وراعي البقر، أمر رائع أن أمتطي حصاني، والرياح تداعب أذني الصغيرة وشعري. أو واو، الجو مشمس اليوم. واو. رائع. حسنا يا حصان، أراك لاحقا. رائع. من الممتع جدا أن أكون في مزرعة مواشي. أو مهلا، هنا يمكننا الحصول على طعام. أتساءل كيف وصل الطعام إلى هنا. أوه، طاولة طعام. من أين أتى كل هذا الطعام؟ أوه، خلفي مباشرة. هذا هو متجر البقالة، وهذه مهنة أخرى. يمكنك العمل في متجر البقالة. حسنا، لنتأكد أن كل الرفوف ممتلئة. حسنا حسنا، يبدو أن لدينا بعض الليمون وبعض الذرة. ممتاز، نعيدها إلى مكانها. أوه، رائع، وبعض الفراولة أيضا. لذيذ. أوه، وبعض التوت البري. أوه، فلفل أحمر. مذاقه لذيذ لكنه حار جدا. حسنا، ماذا لدينا هنا أيضا؟ واو، لدينا بعض الأرز الأبيض الخفيف. لذيذ، أحب الأرز. حسنا، واو، وبعض رقائق الذرة بطعم الفاكهة. مذهل. العمل في متجر البقالة سيكون ممتعا جدا، لأنكم سوف تعملون بالقرب من الطعام طوال اليوم، وأنا أجوع كثيرا. سأخبركم شيئا، أحب الطعام. ولكنني أحب تناول الطعام الصحي. حسنا، الفاتورة الآن.
واو ممتاز. واو، هذا الباقي مقابل الطعام. ها أنت ذا. حسناً. انتهت مناوبتي، حان وقت الذهاب إلى المنزل. لقد كان من الممتع جداً العمل في متجر البقالة. واو. واو، سيارة، ها نحن ذا، كأنني سائق سيارة سباق. واو، كان ذلك رائعا. واو. حتى سباق السيارات يمكنكم تأديته كعمل، سيكون ممتعا جدا. حسنا. واو، هذا رائع. هل تعرفون ماذا يعمل هذا الشخص؟ حسنا، يبدو أنه عليكم ارتداء خوذة السلامة. هل تعرفون ماذا أعمل؟ أجل، أنا عامل بناء، رجل حرفي أو امرأة حرفية. وهو وي 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 وي. واو، أستطيع العمل بمفك البراغي طوال اليوم. أوه، والمثاقب وين وين وين. واو، احذروا، المناشير حادة جدا. أجل. حسنا. واو، لنعد هذا إلى مكانه. واو، لقد تعبت جدا، سأتناول الطعام. مهلا، لدي فكرة، انظروا إلى هذا المنزل، فيه مطبخ. أجل، أترون هذا المطبخ؟ هل تعرفون من يستخدم المطبخ طوال اليوم ويعد الطعام؟ أجل، الطاهي. واو، أحب أن أكون طاهيا. واو، سنبدأ بالطهي الآن، نشعل النار. حسنا، نأخذ بعض الخضر والبصل. لذيذ، أنا متحمس جدا. واو، انظروا، أنا أطهو بيضة. لذيذ. لذيذ. أو لقد انتهيت. حسنا، نضعها هنا بالضبط. ممتاز، حسنا، استمتعوا. حسنا، سأعيد المقلاة إلى مكانها. حسنا، ولنجلس. واو، وبعد انتهاء وقت العشاء اللذيذ، أنا متعب للغاية. لقد كان من الممتع جدا التعلم عن... واو، ماذا يحدث؟ واو، إنها صفارات الإنذار. واو، بعض المهن، بعض الناس يكونون مستعدين للعمل طوال الوقت لأنهم سيعملون في أي لحظة، وهذه المهنة هي رجل الشرطة. حسنا، علينا الحفاظ على أمن وسلامة كل المواطنين. واو، من المخيف أن تكون رجل شرطة، يجب احترامهم لأنهم يحرصون على سلامتنا. أو حسنا، الوضع آمن. واو، انظروا إلى هذا المكان. واو، هذا المكان مخصص للرضع والأطفال. واو، مليء بالألوان، انظروا إلى هذا الهرم الملون. واو، واو، ما هذه الألوان؟ واو، الهرم ينهار. حسنا، هذا أخضر، وهذا أحمر، وهذا أصفر، وهذا برتقالي، وهذا أزرق، وهذا أرجواني. واو، مهلا، انظروا، شيء آخر ملون. واو، وكأنني موسيقي. عازفو الموسيقى يؤلفون موسيقى رائعة مثلي أنا. واو، هذه الغرفة رائعة جدا. واو، انظروا إلى هذا الجدار. واو، هل هذه كواكب؟ أو ربما هي نجوم، أو ربما هي عيون. مهلا، أعرف مهنة نقوم بها في السماء، هل عرفتموها؟ أجل،
طيارون. حسناً، سأرتدي خوذة الطيار خاصتي. لن أنسى نظاراتي حتى لا تدخل الحشرات في عيناي. حسناً، ها نحن ذا. واو، أنا أطير في السماء. واو، واو، قيادة الطائرة أمر ممتع جداً. واو، أوه يا إلهي، كان من الممتع جداً التعلم عن كل هذه المهن. إذن مهلاً، شكر خاص إلى مدينة ألعاب ويسكيتس في مدينة فينيكس أريزونا. هذه نهاية هذا الفيديو. إن كنتم تريدون مشاهدة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. هل تهجيتم اسمي معي؟ باء لام ياء، باء ياء، بلابي. أحسنتم. حسناً يا أطفال، كان من الممتع جداً التعلم عن كل هذه المهن معكم. وأنتم يمكنكم أن تصبحوا ما تريدون. ماذا تريدون أن تصبحوا؟ أجل، تستطيعون فعلها. يمكنكم فعل ذلك بسهولة، فقط بشرط إن عملتم بجد والتزمتم دائماً. والآن إلى اللقاء. مرحباً. هاي، هذا أنا بليبي. انظروا أين أنا. أمام قاعة اللعب في مركز مدينة تاكوما للتسوق في واشنطن. لندخل. واو، مرحباً. أهلاً بليبي. هيا تعالوا. أولاً علينا خلع الحذاء. الفردة الأولى والفردة الثانية. إلى اللقاء. رائع، شاهدوا هذا. واو، لقد كانت لعبة الدوران ممتعة. هاي، هذا بيان. ألست ماهراً؟ بلى. واو، ولكن ما هذا الشيء الدائري؟ ربما نجلس هكذا وتدور فنقلب رأساً على عقب. واو، تقلبت بهذه اللعبة مرة واحدة. انظروا زحلوقة. حسناً، هيا بنا. أخيراً وليس آخراً، سألعب بلعبة الدوران. أحب لعبة الدوران. أشعر بدوار شديد. شاهدوا هذا. الآن أنا أقذف الكرات من لعبة المدفع هذه. واو، إلى الجهة الأخرى وأتحقق إن كنت سأصيب الهدف. واو، هذه اللعبة مذهلة وإن لم أصب أي هدف، ولكنني كنت على وشك ذلك. لحظة، على ذكر الهدف، انظروا هناك في الأعلى. رائع، أترون ألوان لوحة الهدف؟ لاحظوا بالتسلسل من الخارج، أولاً أحمر، فأصفر، فأخضر، فأرجواني، فأزرق، فأحمر ثانية. أصدقائي، أتعلمون ماذا تسمى هذه النقطة الحمراء؟ إنها تسمى مركز الهدف. واي. رائع، شاهدوا كل هذه الكرات. واو.
حسناً، لدي فكرة، سنضعها هنا، بعدها نطلقها. كان ذلك رائعاً، فالهواء يدفع هذه الكرات هكذا من الأسفل إلى الأعلى. حسناً، فكرة ثانية، كم كرة يمكنني أن أحمل؟ واو، أوقعت واحدة، لا بأس، لنحسب العدد النهائي. أوقعت 2 من الكرات، لذا سنعد من 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 كرات. واو، رائع، لقد استطعت حمل كرات كثيرة. حسناً، لنحذر ما ألوانها. لنبدأ، هي حمراء وأرجوانية وبرتقالية. واو، تعلمون ما يمكنني أن أفعل بها؟ الآن سأبدأ. واو، رائع. واو، مرحباً، شاهدوا هذا، أحاول التوازن على هذه الأشكال الدائرية. واو، مهلاً لحظة، ما هذا الشيء؟ كرة بنتوءات. واو، حسناً، الآن انظروا، سأدورها بسرعة. واو، ثانيةً، ولكن بالعكس. واو، إذاً شاهدوا، سأدورها ببطء، مستعدون؟ حركتها جميلة، هيا بنا. أصدقائي تعالوا، أترون ماذا أفعل؟ إنني أحاول التوازن على هذا الصبار. واو، انظروا إلي، لا أكاد أستطيع المرور من هنا. أخيراً، إذن أترون هاتين؟ إنهما أسطوانتان. أنا قادم. نجح؟ والآن هيا بنا لنكمل. واو، شاهدوا هذا، إنها أرجوحة. وي وي، التأرجح ممتع جداً ويشعر بالاسترخاء. هل ركبتم الأرجوحة من قبل؟ نعم، في الحديقة العامة، في ساحة الألعاب، إنها ممتعة حقاً. إنني أتأرجح بإمالة جسدي إلى الأمام، وأكرر ذلك، إلى الأمام، إلى الأمام، وبعدها أمام، خلف، الأمام، الخلف، الأمام، الخلف، أمام. هذا ممتع. حسناً، لنكمل في هذه الجهة. الآن سأحاول القفز فوق هذه الأسطوانة الدوارة، لكن أولاً، ما اسم هذين اللونين؟ صحيح، هما أزرق وأصفر. جيد، هيا بنا. هذا مضحك. واو، أصدقائي، انظروا إلي. أنا أحاول التوازن، لاحظوا ألوانها. واو، واو. حسناً، ألا تشبه قرص الأهداف؟ صحيح، نعم. إذن ما أسماء هذه الألوان؟ لوناي المفضلان بين هذه الألوان. حسناً، لنبدأ من الخارج ثم إلى الداخل. أولاً، هذا اللون هو برتقالي. أجل، أحسنتم، ما اسم هذا اللون؟ نعم، أصفر. وما لون هذه الدائرة؟ إنه اللون الأزرق. هذان لوناي المفضلان، الأزرق والبرتقالي. أوه، هيا. أحاول التوازن. واو، هذا الجسر لونه برتقالي وأزرق، إنه جميل جداً. رائع، مزيد من ألعاب التحدي، أنا أحب ألعاب التحدي. هيا لننطلق. أنا أدور.
هيا بنا. واو! الآن دعونا نعد معا عدد الدورات التي سأدورها. مستعدون؟ هيا بنا. واحدة، اثنتان، ثلاث. أجل! واو! أنا أشعر بالدوار. واو! حسناً، والآن لقد حان وقت التوازن. أرأيتم كيف تدور؟ لهذا يصعب الوقوف عليها بثبات، ولكن سأحاول. أصدقائي أنا قادم. أحمر، أخضر، رمادي. رائع، انظروا معي. هذه نفاخة صفراء، وأخرى هي بيضاء بل رمادية. حسناً، هيا تعالوا. هاي، شاهدوا هذه، سندورها إلى جهة اليمين هكذا، كما يدور عقرب الساعة، وهي تسمى التناظرية، مع اتجاه عقارب الساعة. إذن أرأيتم؟ واو، شاهدوا. واو، نحركها إلى الجهة المعاكسة. نعم، نحن ندورها إلى جهة اليسار. لاحظوا اليسار، إنه اليسار، وتسمى عكس اتجاه عقارب الساعة. واو! لنكمل. واو! أمسكوها! واو! مرة ثانية. يكفي، تعالوا. والآن لنسمي الألوان. أحمر، رمادي، أخضر. مهلاً، لحظة. لقد قلت أخضر، لكنه ليس أخضر. إذن ما هذا اللون؟ صحيح، هذا اللون برتقالي، والأخضر ها هو ذا. أنا مضحك حقاً، هذا هو اللون الأخضر. لنبدأ ثانية، هيا. برتقالي، أخضر، أحمر، رمادي. أحسنتم، واو، رائع. واو، هذه تشبه شبكة عنكبوت. أنا حشرة عالقة بشبكة عنكبوت. هذا مضحك. هاي، هذا رائع. واو، انظروا. نعم، ما هذه؟ واو، إنها زحلوقة. أجل، أحب الزحلوقة لأننا نكون في الأعلى، ثم تسحبنا الجاذبية إلى الأسفل، وبحسب مدى انحدارها تحدد سرعة انطلاقها وأسباب أخرى كالاحتكاك وسرعة الرياح وقوة الجذب وهذه الأمور. أياً كان، ما يهمني أن أتزحلق بسرعة كبيرة. هيا بنا. ثلاثة، اثنان، واحد. رائع، هذا ممتع. أصدقائي، أنا أحب كثيراً أن أتزحلق بسرعة. أيضاً أحب التعلم جداً. أوه، أنا أستمتع بلعبة القفز هذه. شاهدوني، سأقفز قفزة مرتفعة. واو، 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 واو. والآن سأقفز قفزة منخفضة. واو،
قضيت وقتاً ممتعاً باللعب وبالتعلم أيضاً. واو! أجل! هل استمتعتم؟ جيد! وأنا أيضاً. ولكن هذه نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته؟ B-L-I-P-P-I بليبي. أحسنتم! حسناً! أراكم بخير! إلى اللقاء! مرحباً! هذا أنا بليبي. نحن في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن. هاي، شاهدوا هذه، إنها لوحة معلومات الحديقة وعليها خريطة حديقة الحيوانات. أتساءل ما الحيوانات التي سنراها اليوم في الحديقة؟ أو ربما سنرى فيها الدب البني. سيكون هذا رائعاً. أو سنرى ولديهم غوريلا أيضاً. انظروا، هناك أنواع مختلفة من الحيوانات كطائر الفلامينغو. رائع! واو! ما هذا الحيوان الطويل؟ هذه زرافة. إن الزرافة طويلة جداً. حسناً، سنتعلم كثيراً عن الحيوانات اليوم. هيا بنا. رائع! شاهدوا هذا المكان. إن هذا الموطن الطبيعي يشبه ألاسكا أو المحيط الهادئ أو كندا. حسناً، لقد أحضرت معي بعض الطعام للحيوانات. لكن لحظة، احذروا أصدقائي، أي حيوان يعيش في هذا الموطن؟ نعم، إنه دب. دب كبير وهو حقيقي. لونه بني. أحسنتم، إنه الدب البني. واو، متشوق إلى رؤيته. هي، لقد حصلت على إذن من أجل توزيع هذا الطعام على الحيوانات، وذلك لتستمتع به. هيا بنا. حسناً، أحضرت حبوب البني المطحونة. أترونها؟ أجل، إنها القهوة المعروفة. وإذا وضعنا بعضاً من القهوة هنا، فإن الدب البني سيتدحرج فوقها، فهو يحب التدحرج فوق القهوة. لننثر بعضها هنا هكذا، كدنا ننتهي. لننثر أيضاً قليلاً هنا. لقد انتهيت. حسناً، لنضعها في هذا المكان، ولكننا سنأخذها معنا عندما نغادر. أصدقائي، شاهدوا هذا، إنه بسكوت. الدبابة البنية تحب هذا البسكوت، لذا سنضع بعضاً منه. نعم، في هذا المكان. هيا بنا. حسناً، سأضع هناك لأزين لها الطريق. انتهيت. ما هذا؟ توابل فطيرة اليقطين؟ يام! إذن سأرش قليلاً من هذه التوابل هنا. حسناً، بقي بعض البسكوت. شاهدوا هذا أصدقائي، معي كثير من الفواكه والخضر في هذه الدلو. أجل، أحب الخضر والفواكه مثل الكرفس مع زبدة الفستق والعسل أيضاً. يام! يبدو أن لدينا بعض العنب. يام! وهناك بعض الإجاص، وثمة بعض الجزر. واو! وأيضاً تفاح. وبطيخ أحمر. والآن سأضع قطع البسكوت على هذه الجزيرة الصغيرة. حسناً، انتهيت. رائحة هذا الغذاء زكية. هيا لننثر قليلاً من توابل اليقطين. جيد، وبعدها سأكمل الطريق إلى الأسفل لأضع بعض الطعام هناك. واو، سيحظى هذا الدب اليوم بوجبة طعام شهية. حسناً،
والآن سنأخذ حافظة الطعام، وبعدها سنخرج من هنا ليتاح للدب أن يستمتع بتناول الطعام. واو، انظروا، هذا كيما. إن كيما دب بني ضخم، وقد أحب الطعام الذي وضعناه له هناك. أحسنتم عملا، لنراقبه. إلى هذا، رائع! هذا اسمه ديف، وديف ذكر زرافة. إنه طويل كثيراً. تفضل يا ديف، أنا أطعم ديف بعضاً من أوراق الخس، فهو يحب تناول الخس والملفوف. مرحباً، كيف حالك؟ أوه، راقبوه، إنه يستعمل لسانه بدلاً من اليدين للإمساك بطعامه وسحبه إلى داخل فمه. واو، إن ديف حيوان رائع. تفضل ديف، أحسنت. والآن إلى لقاء ديف، علي أن أزور بقية الحيوانات، هيا بنا. هذا، نحن في مسكن الغوريلا الخاص بها. واو، انظروا إليها، إنها لطيفة جدا. إنهم يرمون لها الغذاء لتتناول بعض الوجبات الخفيفة. أحب الوجبة الخفيفة. جميع الغوريلات تعيش هنا في مجموعة اسمها قطيع. قطيع غوريلات. رائع، كل الغوريلات هنا هن من الإناث ما عدا اثنين. أرأيتم الأكبر حجماً ذو ظهر رمادي؟ أجل، هذا هو الغوريلا هانشو، وهو الزعيم من فصيلة الظهر الرمادي. وجميع هذه الغوريلا هنا أصلها من السهول الغربية. أيضاً هناك ذكر آخر، إنه صغير الغوريلا وهو لطيف جداً. حسناً، لنراقبها وهي تأكل طعامها. إلى هذا، أجل، إنه يسمى جعل الفاكهة، نوع من الخنافس. ما نوع الفاكهة التي يأكلها؟ واو، نعم، يبدو أنه الموز. يام، أنا أحب الموز أيضاً. واو، انظروا أين أنا؟ أنا في مختبر الحشرات. هنا تعيش كل أنواع هذه الحشرات وتأكل وتنام. نعم، في هذا المكان تعيش دائماً. رائع، يبدو أن في الأعلى كثيراً من عناكب الرتيلاء. واو، وفي الأسفل حشرات عصوية، وموطن هذه الحشرات هو غينيا الجديدة. رائع، إن هذا مدهش جداً. واو، يبدو أن في الخلف أنواعاً مختلفة من الحشرات. واو، هناك كثير من العناكب. هذه عناكب سامة، نحن بلا شك لا نريد فتح هذا الصندوق الخطير. نعم، وإذا ذهبنا إلى الغرفة المجاورة فسيحضرون لنا بعضها لنتمكن من رؤيتها من كثب. هيا بنا. واو، انظروا إلى هذه. واو، إنها حشرة حسناء الغابة، رائعة، لكن ما لونها؟ نعم، إن لونها هو اللون الأخضر. لقد علمت بأنها الأنثى لأن الذكر لونه بني والأنثى خضراء. أجل، إن شكلها يشبه ورقة الشجر.
تبدو كأنها ورقة خضراء، لكن لو كان ذكراً لكان سيبدو ورقة بنية. واو، إن حشرة حسناء الغابة هي أثقل حشرة في العالم، وهذه لم يكتمل نموها بعد. لاحظوا حجمها الكبير. واو، وكأنها تمارس تمرينات التمدد. هذا مضحك. أوه، شكل هذه الحشرة جميل جداً، رائع. واو، انظروا إلى هذه. نعم، هذه تسمى العنكبوت. واو، إنها عنكبوت كبيرة جداً، وهي من فصيلة عناكب الروتيلاء وردية الوبر. واو، مرحباً، كنت أخاف كثيراً من العناكب، ولكن لم أعد كذلك. هذه العنكبوت أليفة جداً. نعم، فلو جعلتها تمشي على يدي فإنها لن تعضني، لأن هذه العنكبوت لطيفة ولها وبر كثيف يغطيها. انظروا إليها. أجل، وهذه العنكبوت أنثى. واو، وعمرها 17 عاماً تقريباً. واو، يا لها من حشرة صغيرة. لا، ليست صغيرة، بل كبيرة. واو، ما هذه؟ إنها تسمى خنافس الأزهار الملونة. واو، هي لامعة جداً. أجل، فهي ملونة بلونين هما الأخضر والأصفر. واو، وللذكور قرنان في الرأس هنا في الأعلى، يبدو أن لونهما أحمر أو برتقالي. رائع، تمشي فوق قطعة الخشب. إنها تحب تناول الفاكهة. يام، أنا أحب الفاكهة أيضاً. واو، شاهدوا الآن بعض الحشرات القشرية على قطعة الزجاج هذه. أجل، إنها تسمى الحلزون. واو، جميلة، انظروا، هي لطيفة جداً. هل ترون القوقعة؟ تساعد على حمايتها. واو، هذه الحلزونة من جزيرة تاهيتي. واو، أحب تاهيتي، إنه مكان مشمس جميل. حسناً، لم يبقى شيء منها في البرية، بل هي في حدائق الحيوانات أو المحمية فقط، ونسعى جاهدين لإعادتها إلى موطنها الأصلي. لكن الآن يمكننا مراقبتها وهي تتناول غذاءها. مرحباً. ألم نقضي وقتاً ممتعاً في حديقة وودلاند للحيوانات في سياتل في واشنطن؟ بلى، استمتعنا حقاً. حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ B-L-I-P-P-I فليبي. أحسنتم، أنا سأكمل يومي مع الحيوانات هنا. إلى اللقاء. مرحباً، هذا أنا بليبي. من الممتع قيادة الدراجة بصحبتكم. أوه، لقد كنت أقودها بسرعة. لأنني متحمس لرؤيتكم، وفي بعض الأحيان أقودها ببطء، عندها أكون متعباً. أصدقائي، هل يمكنكم تسمية حيوان أو شيء يتحرك بسرعة كبيرة؟ هذا صعب؟ أوه، ما رأيكم أن نفكر معاً؟ هيا. شيء يتحرك بسرعة. مركبة فضائية؟ أجل، أو حصان. إن التقليد الحصان مضحك. هل يمكنكم تسمية شيء يتحرك ببطء؟ حسناً، لنفكر معاً. واو، ما الذي يتحرك ببطء؟ عجلة الملاهي. أو الحلزون. كيف نعلم إن كان الشيء يتحرك بسرعة أو يتحرك ببطء؟ أو أنا أعلم، تحسبون الوقت. أجل،
نستعمل الساعة لنعلم ما المدة التي يستغرقها الأمر. أعرف مكاناً مناسباً لي ولكم لمعرفة إن تحركت الأشياء بسرعة أو تحركت ببطء. سنقضي وقتاً ممتعاً معاً. هيا بنا. إلى اللقاء، أراكم هناك. مرحباً، هذا أنا فليبي. أوه، انظروا إليها، إنها لعبة مضمار الحبال الكبيرة. أجل، متحمس جداً لأننا في مدينة ألعاب نونا في أورلاندو في فلوريدا، والآن سنتسلق معاً إلى الأعلى. اليوم سأحظى ببعض المرح معكم، هيا. قبل أن نبدأ بتسلق الحبال، أظن أنه علينا معرفة المعدات التي نحتاج إليها في ذلك، وأن نمارس بعض التمرينات. لدينا هنا هذا، يسمى الحزام، وارتداؤه أمر مهم كثيراً، فربما في أثناء التسلق تسقطون، فينقذكم هذا الحزام. لا تخافوا، إذن سنضع الحزام، وذلك لضمان الأمان. ندخل القدم اليمنى ثم القدم اليسرى ونرقص هكذا. أجل، أحسنتم عملاً. والآن شدوا الحزام هكذا، شدوه جيداً. وأداة السلامة التالية التي علينا ألا ننساها هي المشابك. المشابك، إنها تساعدنا على التشبث بالحبال. حسناً، لنأخذ هذه الحزمة ونصلها بالمشابك. أجل، صرنا مستعدين لممارسة التمرينات. أوه، مرحباً، أظن أن الوقت حان لتسلق الحبال. واو، هذه عالية، ربما من الأفضل لنا أن نبدأ من مكان منخفض قريب من الأرض ثم نتسلق هنا، هيا. واو، انظروا إلى هذا المكان، إنه مذهل جداً. أجل، انظروا إلى هذه المقاعد الخشبية وإلى الحبال، إنها ذات ألوان مختلفة. هل تعلمون ما ألوان هذه الحبال؟ أجل، هذه لونها أحمر. حسناً، وهذه لونها أسود. وهذه بلوني المفضل، اللون الأزرق. الآن سأحاول المشي على هذه الحواجز الخشبية، يبدو أنها تتأرجى. لا بأس، سنحاول الحفاظ على التوازن والاستقامة أيضاً كي لا نقع. حسناً، نحن الآن مستعدون لتسلق الحبال. أجل، انظروا إلى هذا، بعض أشكال المستحاثات لنضع أقدامنا عليها من أجل الخطوات الصغيرة. إنها كلعبة النطاطة، لنكمل التسلق، هيا. لعبة تسلق الحبال ممتعة جداً. هي، لقد جربنا جميع الحبال هنا، والآن هيا بنا لنصعد إلى الأعلى. أسرعوا. سيكون التسلق مسلياً جداً. إنني أشعر بالتعب، لكن متحمس للتسلق. أوه، انظروا، هذا هو صديقي العزيز. مرحباً جيك. أهلاً بك. هل تعلمون أن جيك رياضي محترف؟
أجل، وماهر جداً في جميع الرياضات وأشياء كثيرة أيضاً مثل تسلق الحبال. إذن هل ممارسة الرياضة أمر صعب؟ قليلاً ولكنه ممتع. حسناً، أظن أنه عليك تناول الطعام الصحي والخضر اللذيذة. الخضر ضرورية، وأكثر نوع أفضله هو الكرنب. تفضل الكرنب؟ أوه. أما الخضرة المفضلة لدي فالقرنبيط الأخضر. أجل، هاي، وأنتم ما نوع الخضر المفضل لديكم؟ هذا النوع لذيذ جداً. لقد كان التسلق في المرحلة الأولى ممتعاً، لكن أظن أنني مستعد لتسلق المرحلة الثانية. تبدو فكرة جيدة، لدي مؤقت لحساب المدة إن أحببت. رائع، هذه فكرة جميلة. إذن جيك وأنا سنحسب مدة تسلقنا الحبال ونرى من سيفوز. سأسميها مسابقة بليبي. أجل، إذن من سيبدأ أولاً؟ لما لا تبدأ؟ حسناً، البداية لي. سأتسلق وجيك سيحسب وقتي، وبعدي يحين دوره. هيا. نجح؟ كان ذلك ممتعاً. كنت سريعاً، هذا مذهل. التسلق أمر صعب بسبب تعليق المشابك بأجزاء مختلفة، فتطلب مني التوازن. استمتعت بذلك وتسلقت كل الدائرة تقريباً. بصراحة لعبة التسلق ليست دائرية لأن لها 6 جوانب. هاي أصدقائي، أتعلمون ماذا يسمى هذا الشكل؟ أجل، صحيح، يسمى سداسي الأضلاع. كان ذلك ممتعاً. لكن جيك، لقد حان دورك في التسلق. إليك المؤقت. حسناً، المؤقت معي. عند الإشارة استعد وانطلق. لا أطيق صبراً لأرى مدة سرعة جيك في تسلق الحبال. Thank you.
إيقاف. واو جيك، لقد كنت سريعا جدا. أنت الأسرع بلا شك لأنك رياضي محترف وماهر، يتدرب كثيرا. أحسنت عملا، أنت الفائز. أجل، وداعا جيك. وداعا. مرحبا. لقد خطرت لي فكرة، ما رأيكم في سباق؟ حسنا، يبدأ السباق بتشغيل المؤقت. لنتسابق. أنا هنا، مرحبا. أنا هنا. أنا هنا، مرحبا. لقد عثرتم علي. حسنا، هيا بنا لنتزحلق. وي. حسناً، تغلبتم علي. كان ذلك ممتعاً. أحسنتم عملاً أصدقائي. واو، انظروا هناك. هاي، أترون ما كتب؟ كتب زاوية الفضول. يبدو أنه حان وقت زاوية الفضول. أجل، أنا متحمس جداً، فهذا سيكون ممتعاً. متشوق كثيراً لأعلم ما الذي سنفعله. أوه، انظروا، هذه ساعة. هاي، هذا يعني أننا سنصنع ساعة معاً. أجل، دعونا نبدأ. هيا، رائع. نحن الآن هنا في زاوية الفضول. أصدقائي، سنصنع معاً ساعة جميلة. حسناً، بداية إلى ما نحتاج من أدوات. أعلم، نحتاج إلى دائرة. رائع. أجل، يبدو هذا الطبق الورقي دائرة مناسبة. حسناً، ونحتاج إلى قلم، فبداخلها أرقام. أجل، 12 رقماً. أولاً، سنكتب الأرقام هنا. وأفضل طريقة لكتابة الأرقام في مكانها الصحيح المناسب البدء من الأعلى، وفي الأعلى مكان الرقم 12، وهنا في الأسفل مكان الرقم 6. أوه، وهنا في يمين الساعة مكان الرقم 3، ثم في يسار الساعة سنكتب الرقم 9. لكن أظن أنه ينقصها شيء، مزيد من الأرقام. واو، انظروا، كتبنا أرقام الساعة كلها. أجل، هناك شيء ما ينقص هذه الساعة. كتبنا الأرقام، لكن ما الذي يشير إليها؟ أجل، العقارب. عقارب. للساعة عقربان، لدينا بعض الأوراق الملونة هنا، وأفضل منها البرتقالية والأزرق. وكل ما عليكم هو قص سهمين صغيرين. حسناً، سنأخذ هذين السهمين ونضعهما على الساعة، ثم نثبتهما. بعد إنهائنا صنع الساعة، هيا لنرى ما الوقت. فيها عقرب كبير وعقرب صغير، ما شكلها عند الثالثة تماماً؟ أجل، العقرب الصغير يكون عند الرقم 3. وكيف شكلها عند السادسة؟ أرأيتم، العقرب الصغير عند الرقم 6. وكيف يصير شكلها عند التاسعة؟ أوه، أجل، صحيح، يكون هذا العقرب الصغير عند الرقم 9 والكبير عند 12. استمتعت بقراءة الوقت معكم. أجل، مرحبا. واو، إن هذه الدوائر لها شكل الساعة نفسه. ألهمني هذا فكرة جميلة. هيا. واو، الآن أنتم وأنا سنرقص رقصة ممتعة جدا. سنقلد الساعة،
سنجعل من صوت دقات الساعة إيقاعاً جميلاً، ونستعمل العقارب لاختراع حركات الرقص. أجل، حسناً، الخطوة الأولى، وضعوا اليدين هكذا، انظروا، كالساعة الثالثة تماماً، ونحركها إلى الساعة السادسة، ثم نعيدها إلى الثالثة، وبعدها إلى التاسعة. والخطوة الثانية، الاستمتاع بوقتنا وإبداع حركات مضحكة. أنا متحمس جداً لنرقص معاً، هيا بنا. هيا نرقص كلنا ببراعة، ندور أيدينا مع دقات الساعة. هيا نرقص كلنا ببراعة، ندور أيدينا مع دقات الساعة. هاي، كم الوقت الآن؟ الثالثة، السادسة، التاسعة، نصف الليل، تيك تاك الليل، تيك تاك الليل. هيا، وقت مضاعف. دوم 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 تاك، دوروا حول الساعة. دوم 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 تاك، دوروا بكل براعة. دوم 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 تاك، دوروا حول الساعة. دوم 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 تاك، دوروا بكل براعة. رائع. استمتعت كثيرا بصحبتكم اليوم، لقد تعلمنا أشياء كثيرة، مثلا التحرك ببطء، وهذا يعني استغراق مدة وقت طويلة، وبسرعة لا يستغرق وقتا طويلا. ولقد استمتعنا أيضا بتعلم الوقت والساعات، وأن للساعة عقربين واثني عشر رقما. أجل، حسناً، وصلنا إلى نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فما عليكم إلا أن تبحثوا عن اسمي. هاي، أيمكنكم تهجئته معي؟ أجل، B-L-I-P-P-I بليبي. أحسنتم عملاً، إذن أراكم بخير، سألعب بالكرات قليلاً. واو. إلى اللقاء.